احد اجنحه احد الاجنحه المشاركه في هذا الشارع. سلام عليكم استاذ. سلام عليكم سيد. سلام عليكم. يعني استاذنا عرفنا بنفسك ونوع المشاركه وماذا تقول للجمهور. عباس فخر الدين مسؤول همم بالنشاطات الثقافيه. هي شنو هي همم؟ همم هو تجمع شبابي يضمن طلاب جامعات ومعاهد وفيها جامعات. يا كليات انا بالنسبه لي جامعه الفرات الاوسط، بس احنا يعني تجمع طلابي جميع جامعات النجف خاصه يعني والعراق. تحدث لنا عن نوع المشاركه. نوع المشاركه شاركنا اليوم اعمال يدويه مثل ما موضع. شنو الاعمال اليوم؟ علم العائده يعني تذن الميداليات للست تابعات للميداليات وذني الحياكه. عندنا هنا الحياكه ذني كل اللي يشتغلن بنات يعني عندن موهبه بنات شابات. وعندنا هنا هم اعمال يدويه. نعم تشمل يعني المحافظ وتشمل بوكسات صغيره. نعم هنا هم كذلك يعني اكسسوارات قسم يعني مو كلهن انه يعني اعمال يدويه وانما اكو جزء بسيط انه تكميليه او جماليه ينحط يعني لنا. عندكم امل بالاسبوع القادم ان شاء الله يعني اكو مؤسسات واكو افراد ناشطين ان ياتوا الى هنا؟ اكو شيء ان شاء الله. ان شاء الله يجون وحتى يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي اجيب يعني مثل شعراء وبعد يعني اكثر من هذا العدد الاعمال يدويه. يعني اليوم مبدئيا جبت. تحدث لنا عن هذا المعرض استاذ. هنا نحن هم طالبات يعني تجمع همم هنا رسامات ذني اللوحات يعني للبيع ولا للعرض؟ للبيع ولا للعرض؟ ما اعرف حسب الرسام حسب بس على الاكثر انه مسبيع. مسبيع زني يعني لو حاجة. يعني توعدوا الجمهور انه الاسبوع القادم ان ياتوا بكل منتجاتهم الثقافيه والفنيه ان شاء الله اكيد ويعرضوها في هذا الشارع على مود انه يصير هذا الشارع المتنبي رقم 2 لانه النجف. نعم يعني النجف الاشرف هي احق بهذا الشيء. نعم يعني هي ام الثقافه ام العلم فلازم تكون يعني ليش يعني المثقفين يروحون للمتنبي كل جمعه. نعم. هنا يصير يعني بهاي الساحه. زين انا اريد يعني اسالك انه افضل روحه يعني افضل عمل شفته بهذا الرسم وافضل جناح شفته بهذا شارع الثقافه. يعني انطينا انطباعك عن شارع الثقافه. يعني هو كل جناح لفد يعني في الشيء خاص يعني الطوابع البريديه والشغلات القديمه هذا يعني في الشيء كلش حلو. هنا بالنسبه للوحات الرسم هنا كتب يعني كل جناح له في الشيء مميز خاص به. هنا الاعمال اليدويه هنا يعني فرق الدفاع المدني يعني مثلا. شنو رايك بديمومه الشارع شو راح نسوي؟ نعم شنو رايك بديمومه الشارع شو راح نسوي؟ والله ان شاء الله يعني الشارع هم بعد يحتاج له يعني هو الترتيب يعني يكون بلدية النجف توفر يعني مثل كتنظيف وكزرع سدلات بعد يعني على مود يصير يعني مثل معرض وشارع ثقافي ليس بهذا الاسم. يعني احد المشاركين يدعو السلطات الرسمية الى الاهتمام يعني هذا المقصد مو هذا الشيء اللي تقصد؟ يعني بلدية النجف. نعم المفروض يعني زين تدعو الفنانين انت باعتبارك ما احنا نقول نعم تساهم يعني باعتبارك فنان بالاهتمام بهاي الحديقه يعني شغلات بسيطه ما تكلف يعني مثل السياج مثلا ينصبغ يزرعون مثل ثيل ورود ترتيب الحديقه. نعم باعتبارك فنان يعني تدعو الفنانين اصدقائك من الشباب والشابات ان ياتوا الى هنا؟ والله تقدر يعني اتمنى يجون على مود يعني يصير يعني الشارع كلش حلو ويشمل كل الثقافات وكل الفن يعني من رسم ونحت وقسم للشباب عندهم اعمال خشبيه بس اليوم ما قدروا يجوا. ان شاء الله على الاسبوع القادم ان شاء الله راح تكون اعمال خشبيه. نعم ضمن تجمع همم احنا. نعم. تجمع الشباب والطلاب يعني هي دعوه من الاستاذ كرار هو عباس استاذ عباس انه ان يراود الشباب شارع الثقافه وان ياتوا بمنتجاتهم الفنيه والفكريه الى مصر. هذا الشارع لكي يعرضوها فهي دعوه. طيب انا اقول يعني انت الان اهتميت بجانب يعني نسميه جانب الاهلي او المدني، اما الجانب الرسمي يعني اعتقد فقط مؤسسه واحده هي مؤسسه الدفاع المدني هي جهه رسميه فقط الحكوميه الرسميه الحكوميه. نعم يعني القطاع العام مثل الجهات الصحيه انه تجيب مندوبين عنهم يعني كتوعيه للناس مثل اعراض مثل السكر مثل الضغط مثل هكذا شغلات مثلا صحيه. نعم كوزاره صحه اليوم يعني الدفاع المدني كان موجودين ويقدمون النصائح. يعني اكو بعض الجهات الحكوميه المفروض انه تتواجد هنا تقديم نصائح او
نعم. وشارك بهذا المعرض. نعم. عندك فت كلمة أخيرة تقولها للجمهور للشباب؟ والله أتمنى أنه شكو شاب وشاب بعدهم فد موهبة أنه يجون هنا يشاركون بهذا المعرض، لأنه هنا يجون أدباء ومثقفين يتعرفون على الناس، يختلطون بالناس، واحد يساعد الثاني، واحد يصير عنده فكرة لا عن الثاني. نعم. أنا أشكرك في الحلقة أستاذ، ونأمل من الشباب أن يأخذوا حذوكم في إطلالتهم ومشاركتهم في الشارع الثقافي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.